طقس معتدل في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق الأغوار، ليكون أيضاً طقس لطيف ومائل إلى البرودة في ساعات الليل. والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. ما زالت المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من شرقي البحر الأبيض المتوسط، لتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة. ولتفاصيل أكثر نشاهد درجات الحرارة، كما نشاهد خلال ساعات النهار وساعات الليل من يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتكون ليالي أكثر برودة. نشاهد أيضا حتى يوم الأربعاء نهارا تكون درجات الحرارة صيفية معتدلة في أغلب المناطق، تكون حارة نسبيا في منطقة البحر الميت والأغوار والعقبة، ولكن تبقى الليالي كما نشاهد هي ليالي باردة عموما. لذلك ننصح بارتداء معطف بعد ساعات منتصف الليل. وفي هذه الليلة في العاصمة عمان ضباب خفيف، درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، ولكن نسبة الرطوبة كما نشاهد تصل إلى 95%، وسرعة الرياح إلى 14 كيلومتر في الساعة. في الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، الأربعاء والخميس والجمعة، هنالك ارتفاع خفيف على درجات الحرارة. يوم الأربعاء 28، يوم الخميس 30 درجة مئوية، ويوم الجمعة تصل إلى 32 درجة مئوية، وأجواء صافية خلال ساعات النهار. أيضا أجواء صافية في ساعات الليل، 18 إلى 20 درجة في ساعات الليل في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في يوم الغد. مناطق المملكة نبدأها من إربد 31 إلى 21 ليلا، في المفرق 31 إلى 20، جرش 30 إلى 19، عجلون 30 إلى 18 درجة مئوية. أما في العاصمة عمان 28 إلى 18، في الزرقاء 31 إلى 19، ضلقاء 29 إلى 19 درجة، مادبة 28 إلى 18، أجواء حارة نسبيا في البحر الميت 37 إلى 26 درجة مئوية. في الكرك 27 إلى 18، في الطفيلة 27 إلى 20 درجة مئوية، في معان 32 إلى 21، في جبال الشرا 26 إلى 18، وفي العقبة 36 إلى 27 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويشد 35 إلى 21، في الصفاوي 35 إلى 21، وفي الأزرق 34 إلى 21 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.